المومنت على الكاميرات، كانت اخر حاجه المومنت على الكاميرات مش كده؟ احنا بس هننظر حاجه دلوقتي بسيطه جدا، اللي هو اصغار الام اكس والام واي اللي على البلاطه. تمام، اصغار الام اكس والام واي على البلاطه. طب لو فتحنا قائمه ديسبلاي وقلنا شو ممبر فورس، واخترنا بقى الاخيره اللي هي شيل ستريس فورسز، شيل ستريس فورسز، طب احنا عاوزين ننظر المومنت بقى نتيجه حاله التحميل ايه، واحد ولا اتنين ولا تلاته؟ احنا قلنا دايما ايه، هيبقى 26. قلنا دايما هيبقى 26. طب احنا عاوزين ننظر ام اكس هيبقى ام واحد، ام واي هيبقى ام اتنين. تمام، طب ام واحد لان لوكال اكس واحد موازي الاكس، يبقى ننظر كده ام اكس، وبرده ممكن ندخل قيم مينيمم وماكسيمم زي الساب بالظبط ونعمل اوكي. هلاقي على كل بلاطه بدا يظهر لك ام اكس على كل بلاطه. تمام، تمام زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا ممكن نبين بلان معين، مثلا وليكن بلان 12 اهوت، هيبان لك ام اكس على البلاطه ديت زي ما انت شايف. طبعا احنا ممكن ندخل برضو قيم مومنت ريزيستنس، يعني ممكن نقول شيل ونقول والله مثلا كان عندنا سالب 2 85 موجب 2 85 اوكي، هيبقى 2 85 ديت لا بتشيل حديد قد ايه؟ 8 في 12، يبقى اللي زاد عن 2.85 هنحط له حديد اضافي سواء بقى كان بوزيتيف او نيجاتيف. تمام، لو جيت وقفت على اي بلاطه عملت كليك يمين عندها صارت لارج، لو انا زومت شويه كده على اي بلاطه صارت لارج، وعملت كليك يمين على البلاطه هتبدا ايه، يعني البلاطه دي هتطلع لك في برواز، نقدر نقرا قيم البيندنج مومنت اللي على البلاطه دي. هي فعلا دي تخطت 2.85 بالبوزيتيف زي ما احنا شايفين. تمام، والمنطقه اللي جنب الكور ديت يا جماعه محتاجه حديد اضافي علوي، المنطقه اللي جنب الكور طبعا لان زي ما احنا شايفين المومنت عندها تخطى، يعني المومنت كبير يعني وصل ل 6 متر طن. تمام، وصل ل 6 متر طن. على كل بلاطه بقى طبعا انت هتلاحظ ان العمود قطاع العمود نفسه ما دخلش جواه مومنت زي ما احنا قلنا قبل كده في الكاميرات، لان قطاع العمود ما بيدخلش جواه مومنت من البلاطه نفسها، العمود بيشيل فقط القوه اللي فيه. يبقى العمود ده والعمود ده محتاج حديد اضافي علو في اتجاه اكس، وديت محتاجه الشير وول، الحيطه ديت والحيطه ديت محتاجين حديد علو برضو. تمام، والمنطقه ديت والمنطقه دي محتاجه حديد ايه؟ اضافي سخن. واضح الكلام ده كده؟ ممكن نجيب المومنت على اي سقف بقى زي ما احنا عاوزين، دي ام اكس. تمام، ممكن نبين برضو ام واي اللي هي هتبقى عباره عن ام 2 2. هتلاقي المومنت بقى المره دي قلب الجهه الثانيه. هنا دي اعتقد محتاجه حديد اضافي سفلي في اتجاه واي. تمام، ودي محتاجه حديد اضافي علوي في اتجاه واي، ودي الجزء ده والجزء ده. تمام كده؟ طب احنا بنقول دلوقتي لوكال اكس واحد ولوكال اكس اتنين وواحد موازي الاكس، طب ايه اللي عرفني؟ ممكن يكون هنا مختلف، ممكن نبين اللوكال اكس البلاطه. لو احنا جينا هنا قلنا عاوزين نبين الاريا لوكال اكس، الاريا لوكال اكس وعملت اوكي، وطبعا احنا لو عملنا شو اند فورم شيب عشان الالوان بتاعت المومنت هيبان معانا اللوكال اكس البلاطه زي ما احنا شايفين برضو، يعني بس هزوم شويه. اه اللون الاحمر ده كان ايه؟ واحد، الابيض اتنين، العمودي على البلاطه تلاته، يبقى ده ام اكس وده يبقى عباره عن ام واي. طيب تمام كده. سريعا كده اشوف الام اكس والام واي عشان ندخل في موضوع تاني بقى جوه برنامج الايتاب. احنا هنشوف بقى دلوقتي موضوع مهم جدا في برنامج الايتاب، ازاي نمرر الرسمه من برنامج الاوتوكاد الى برنامج الايتاب. ده موضوع مهم جدا في البرنامج. تمام؟ لا لسه ما
طيب عاوزك بقى تركز معايا كده، ده عباره عن منشأ سكني تمام، عباره عن شقتين مروا من بعض زي ما انت شايف كده، المدخل بتاع كل شقه من هنا تمام. طيب بس انا مثلا حطيت لك شويه ابعاد للعمدان، يعني من المفترض احنا مثلا صممنا العمدان دي قبل كده على الاكسل على برنامج الساب تمام، يعني الباطه ديت احنا كنا خدناها لبرنامج الساب وطلعنا رياكشنات العمدان وصممنا العمدان على الاكسل وعارفين كل عمود قطعه كام، يعني مثلا عمود زي ده كده مثلا كان طلع معانا وليكن متر 20، عمود زي ده مثلا كده وليكن طلع معاك في التصميم متر تمام، عمود زي ده مثلا طلع معاك وليكن 70 سنتي تمام. طيب وخدت العمدان دي وقعتها تاني على المعماري بتاع الرسمه. طب عشان بقى نبدا نصدر الرسمه ديت او نحولها من برنامج الاوتوكاد لبرنامج الايتاب، هنعمل مجموعه من اللايرز او الطبقات تمام. لو فتحنا لاير بروبرتيز يمكن نكون احنا عملنا الطبقات ديت قبل كده في الساب، اللي هي طبقه اريا وفريم وجوينت مش كده. طيب وكنا عاملين مثلا طبقه اسمها كونستراكشن، بس احنا مش عاوزين طبقه جوينت ليه؟ لان احنا باختصار مش عاوزين نوصف العمود نقطه، احنا عاوزين نوصف العمود بقطار حقيقي في برنامج الايتاب، فاحنا ممكن نشيل كلمه جوينت دي ونكتب كولوم مثلا. بيقول لي كولوم موجوده قبل كده ممكن اضيف لها واحد مثلا تمام. يبقى عندنا اريا للبلاطات وفريم للكاميرات وكولوم للعمدان. ممكن نعمل كمان طبقه هنحتاجها واحنا بنصدر الايتاب اسمها ريجيد، طبقه اسمها ريجيد ممكن نختار لها اي كولر مثلا مش شكل. يبقى احنا عندنا اربع طبقات دلوقتي. اول طبقه نبدا نرسم بقى طبقه اريا، طبعا في الاول خلاص مش هتلاحظ اي اختلاف، يعني بنرسم 3 دي فيس عادي ونعمل له اري ونبدا نمشي على حدود البلاطه وافتح طبقه اريا، وبعد كده جابت 3 دي فيس 3 اف انتر واتحركت يمين نص انتر لفوق نص انتر تمام، نفس الكلام اهوت وانتر وانتر تمام. هنبدا ناخد المربع ده كده، بس يفضل ناخد كوبي من الرسمه طيب نبدأ نعمل الريباح، طبعا هنجيبه في الكورنرز بالشكل ده تمام. ممكن ناخد لاين كده عشان نجيبه على اقصى اليسار زي ما احنا عملنا قبل كده، وناخد ده موف عليه ونعمل اري من ده ار انتر. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده هنا الوضع بيختلف شويه في 2012 مثلا او اللي فوق 2010، ممكن نعمل اري وريكتانجولار يعني نعمل انتر ونضغط مثلا فوق كده اي ضغطه وانتر تمام، ونعلم على الشكل ده هيبدا يظهر لك فوق هنا ايه في كام عمود والمسافه بين كل عمود وكام سطر والمسافه بين كل سطر. ممكن نكتر العدد نقول مثلا دي عاوزين 70 والمسافه نص، وهنا مثلا 70 والمسافه نص اهو. هنشوف كده نلاقي مثلا احنا غطينا الرسمه كلها، بعد كده نقول مثلا انتر ونقوم معلمين على ده كده وعاملين اكسبلود وشايلين كل الاجزاء اللي بره الحدود اللي عندنا. كل مربع او 3 دي فيس بره الحدود هنبدا ايه نشيله تمام. واضح كلامنا كده يا جماعه؟
ونبدأ نمشي بقى على الحدود زي ما احنا قلنا قبل كده، بنعلم على 3 فيس ونبدأ ضغط هنا وضغط على الحدود اللي عندنا. بس لازم نكون منشط النيرست في الاوبجكت سناب دي. النيرست يا جماعه لو مش عاملها الليله هتطلق جوه، تمام؟ فلازم نكون عامل نيرست عشان يمسك على الكيرف اللي عندنا. بالظبط الحته دي زي الساب بالظبط، لما نيجي نصدرها للساب بنعمل نفس الخطوات دي. طيب انت هتاخد الرسمه دي وهتبدا تظبط فيها ال 3 فيس بسرعه، تمام؟ عشان نكمل عليها. طبعا انا خلصت الرسمه ومشيت مع الحدود كلها. بعد كده زي ما احنا قلنا بنمسح المنور، ركز معايا كده، بنمسح المنور من الرسمه لان ده يعتبر اوبن، فهشيل المنور ده خالص. تمام. السلم برضو نفس الكلام، بنبدا نشيله، هعلم على السلم ده كله ونعمله ديليت، تمام؟ لان الجزء ده كله اوبن بالنسبه لنا. طيب لحد دلوقتي يعتبر ما قلناش كلمه جديده، كنا بنعمل نفس الكلام ده في الساب. طب في حته جديده بقى مهمه جدا هنعملها دلوقتي، هنرسم بطبقه اسمها ريجن. ايه لازمه الريجن ده؟ احنا عندنا العمود ده كان ليه قطاع مثلا 30 في متر مثلا، عشان نوديه برنامج الايتاد بتاعه ده هنبدا نيجي في نص العمود كده وهم راسمين ايه؟ ريجيد بالشكل ده كده، خط خط في السنتر بالظبط بتاع العمود، تمام؟ هنرسم خط اسمه ريجيد. الخط ده بقى وظيفته ايه؟ احنا لما نيجي نرسم العمود دلوقتي في البرنامج هنرسم لاين فريم سكشن كده بطول مثلا 3 متر او 4 متر. العمود ده لما نرسمه في الاوتوكاد هيمسك السنتر بتاع الريجيد ده كده، هيمسك السنتر بتاع الريجن. طب لذلك احنا عاوزين برضو يعني العمود لو اترسم خط هيمسك البلاطه من نقطه واحده، فاحنا محتاجين خط عمودي عليه في مستوى البلاطه يمسك البلاطه من اكتر من نقطه، لان اللي هنا الريجن ده هتلاقيه ماشي مع قطع للبلاطه زي ما انت شايف كده، تمام؟ فهيمسك البلاطه من اكتر من نقطه. يبقى احنا كده قدرنا نوصف حمل العمود ياخد الحمل البلاطه من اكتر من نقطه موجوده عليه مش نقطه واحده بس، تمام؟ يبقى احنا الاول كده هنيجي على كل عمود ونمشي في السنتر بتاعه ايه؟ ريجن، تمام؟ هنمشي في سنتر كل عمود ريجن. بص بقى معايا كده، طبعا احنا ممكن نعمل لي اوف لطبقه الاريا ديت ونقفل بعض الطبقات، يعني لي اوف كده ونقوم ضاغطين على طبقه اريا قافلينها. او نعمل ايه؟ ايزو افضل. بص كده انا لو رحت جبت طبقه الريجيد وفتحت الايه وفتحت اللندا بتاعت ايه الريجيد وقفت على طبقه الريجيد دي، بس يفضل لما نيجي نرسم بريجيد يعني نكبر السمك شويه، فممكن نيجي مثلا في البروبرتس بتاعت الريجيد نثبتها من جوه افضل، اللي هو لاين ويت، يعني نخلي السمك كبير شويه. اوكي ونبين اللاين نوت من تحت. طب انا هرسم دلوقتي اللاين اهوت زي ما قلت لك، كان نيجي في كل عمود ونقوم راسمين ايه؟ عمود او خط في نصه بالظبط زي ما احنا شايفين كده. تمام كده اهو في كل عمود. يعني برضو في الرسمه اللي عندك عشان ما تضيعش وقت الناس اللي شغاله معانا، ارسم في كل عمود في السنتر بتاع اوريجنت.
طب احنا عشان نفك الاي ايزو بنعمل الاي اون ايزو. يبقى زي ما انت شايف في كل عمود ماشيله في السنتر بتاعه ايه ريجيد. بس خلي بالك احنا طبعا عاوزين نعمل كوره يا جماعه، لان ده نعمل مثلا منه 10 ادوار او 12 دور، عاوزين نظام انشائي قاوم الزلازل. طيب فاحنا يعني افضل وضعيه للكور، انت دايما بتفكر تحط الكور عند السلم، ركز بقى معايا. فاحنا ممكن نجيب الكور هنا، يعني انا شايف مثلا لو شلت العمود ده والعمود ده ومشيناهم كده ايه حيطه افقيه ونطلع منها ايه جزء راس، يعني ممكن نشيل مثلا العمود ده والعمود ده. تمام، ونقوم راسمين مثلا خط، او ممكن ناخد من ده كده اوفست. تمام كده، مثلا ممكن ناخد من الخط ده اوفست 30 سنتي، ومن الخط ده برضو اوفست 30 سنتي، ونعمل مثلا فيلت كده. يعني مش لازم، هو الحيطه دي كده عرضها كام لو احنا عملناها كده؟ يعني اكيد عرضها كبير شويه من هنا لحد هنا، يعني مسافه كبيره. طب احنا برضو مش عاوزين نمشيها مع السلم كله، فاحنا ممكن نوقفها لحد هنا بس. يعني مثلا انا لو خدت من هنا اوفست في حدود مثلا كمان متر ولا حاجه، يعني ممكن نوقف الحيطه على بعد نص متر مثلا. يبقى الحيطه الدايمنشن بتاعتها يا جماعه لو احنا خدناها كوبي تمام، يعني العرض بتاع الحيطه اللي جوه وده العرض بتاع الحيطه اللي بره، واضح كده؟ ديت الدايمنشن بتاعت الكور اللي احنا هنعمله. طب الكور بقى لما نيجي نعمل له ريجيد برضه هنعمله ازاي؟ هنمشي برضه في السنتر بتاع الريجيد ده او بتاع الكور. يعني انا اقف على طبقه مثلا ريجيد تاني واقوم راسم لاين من السنتر ده واتحرك كده. طيب لحد فين؟ المفروض برضه يبقى في خط هنا امشي معاه من السنتر، فممكن نعمل ايه؟ يعني الخط ده ملوش وجود. ممكن ناخد من ده اوفسيت بوينت 1.5 بس. تمام؟ ونقوم واخدين ماتش من ده لده. تمام كده؟ ونجيب ريجيت تاني من السنتر ده ونتحرك كده. ممكن نعمل فيلت ما بين ده وده، وفيلت ما بين ده وده. يبقى احنا كده رسمنا ريجيد ماشي في السنتر بالظبط. بأي طريقة بقى، في قدامك طرق كتيرة. ممكن واحد مثلا عشان ينصف الشير وول يقوم راسم خط كده. تمام؟ ويقوم ماشي في السنتر بتاعه. تمام؟ وفي الآخر يعمل فليت أو ترم عشان يمشي الريجيد ده مع بعض. واضح الكلام ده كده؟ طب يبقى احنا كده في كل عمود أو في كل شير وول احنا رسمنا ريجيد ماشي في السنتر بالظبط. طب أنا لو سبت الريجيد كده يا جماعة يبقى بقول لك إيه، إن عملت أي حاجة. هو وظيفة الريجيد ده إيه؟ ينقل الاحمال من البلاطه الى العمود. طيب لذلك احنا هنيجي بقى على كل بلاطه، تمام، وناخد النقط بتاعتها ونمشيها مع ايه. يعني مثلا احنا لو بصينا كده مع كل بلاطه ناخد النقطه ديت ونحركها على ايه، على النقطه بتاعت الريجيد، وناخد النقطه ديت ونحركها على النقطه بتاعت ايه الريجيد. واهم نقطه لازم ناخد نقطه ونخليها في السنتر بتاع الريجيد. يبقى انا عندي الريجيد ده يا جماعه لازم يتوفر عليه ثلاث نقط للبلاطه، نقطه في بدايه الريجيد، ونقطه في نهايه الريجيد، ونقطه ايه، ونقطه في السنتر بتاع الريجيد. تمام، لو اكتر من كده مش مشكله، يعني لو في خمس نقط او اربع نقط عادي، انما اهم حاجه يكون نقطه في بدايه الريجيد ونقطه في نهايه الريجيد ونقطه في النص بالظبط. طب ما انا عندي حل بقى، ان احنا نعمل لي ايزو ونعلم على طبقه البلاطه وطبقه الريجيد ونعمل اوكي. ما بقاش قدامنا البلاطه والريجيد، فممكن ايه
نقعد بقى نعلم كده، ناخد النقطة ديت نتحرك كده، ناخد النقطة ديت ونجيبها في السنتر بالظبط، ناخد النقطة ديت في كل عمود بقى نبدأ ايه، نجيب ثلاث نقط، نقطة في بداية الريجيت ونقطة في نهاية الريجيت ونقطة على السنتر بالظبط. طب مثلا حاجة زي دي كده هتقول لي ما انا لو وصلت مثلا النقطة دي في البداية والنقطة دي في النهاية مش هيبقى في نقطة في النص، لا لازم نعمل ثلاث نقط. احنا ممكن نعمل ايه، نقوم احنا واخدين مثلا يعني النقطة ديت جايبينها في السنتر، واخدين النقطة ديت وجايبينها في البداية، واخدين النقطة ديت وفي النهاية، واضح كده؟ يبقى احنا بنحرك البلاطة تمام بحيث نعمل الثلاث نقط دول. بتقول ايه؟ تظهر بس ليه ايزو؟ يعني بص كده لحظة، هو طبعا انا عشان الغي ليه ايزو فبكتب ليه ان ايزو كده، الشكل كله موجود. طب انا عاوز بس طبقة البلاطة وطبقة الريجيد، فانا عاوز اعزلهم امر اسمه لير ايزوليت. لو انا كتبت ليه ايزو ال اي واي اي اس تو انتر وعلمت على اي حاجه في طبقه البلاطه واي حاجه في الريجيد تمام، ورحت قلت انتر، هيسيب لي بس ايه الطبقتين دول، نلغيهم برضو ليه ان ايزو تمام. يبقى احنا عندنا كل عمود لازم نقطه في بدايته ونقطه في النهايه ونقطه في السنتر. يعني مثلا هنا ممكن ناخد النقطة ديت طبعا، انت بتاخد اقرب نقطة، يعني ما تجيبش النقطة البعيدة وتسيب النقطة القريبة تمام. طب ظبط الكلام ده عندك كده بسرعه، ركز بقى معايا كده. بالنسبه للكور طبعا زي ما انت شايف مفيش طبعا عليه نقط كتيره جدا للبلاطه، مش هتقول بقى نقطه في البدايه ونقطه في النهايه ونقطه في النص، فانت اهم حاجه تقوم جايب نقطه في البدايه كده وتقعد تمشي على الكور كل نقطه زي ما انت شايف كده. لازم النقطه دي يا جماعه تمسك على الكور، لان احنا لما نوديها هناك للاتابه نقول بريكات انترسكشن، فهو هيتقطع مع النقطة دي تمام. نقعد نتحرك تاني على الخط. لازم يا جماعة النقطة بتاعت الكور اللي انا بحددها ديت، ركز معايا، لازم تكون النقطة ديت واقعة على الريجيت عشان لما نعملها بريك اندر سيكشن هناك. تمام كده، ونعمل تاني ل اون ايزو. واضح الكلام ده كده؟ يبقى كل رسمنا دلوقتي البلاطات ورسمنا الرجال. الحاجه بقى التالته اللي هنبدا نرسمها اللي هي العمدان.
طب هنرسم العمدان ازاي؟ ولا العمدان طبعا لما نيجي نرسمها يا جماعه احنا عاوزين نحدد ارتفاعها 3 متر او 4 متر او الكلام ده. اعمل الت كنترول ديليت هتفتح جاي الشبكه. هنقف على طابق ايه يا جماعه؟ كولوم. ركز بقى معايا في رسم العمود لانه مهم، احنا عاوزين نرسم العمود بارتفاعه. هتقول لي والله ده احنا كده في مستوى اكس وواي في برنامج الاوتوكاد، احنا محتاجين كمان مستوى ايه؟ مستوى زد. فهنقول لاين ال انتر. شوف بقى عشان ارسم عمود في مستوى تاني غير الاكس زد هنرسمه بالاحداثيات بقى. طيب العمود ده لما نيجي نرسمه هيبقى نقطه في السنتر، يعني هو بادئ من السنتر بتاع البلاطه اهوت او من العمود. طب والنقطه الثانيه ماهيش في نفس المستوى ده، ده هي المفروض تبقى في مستوى زد. فنو قايلين ات صفر وصفر ومثلا كام؟ سالب 3. معنى ايه الكلام ده بقى؟ يعني هيترسم صفر وصفر وسالب 3، يعني ارتفاعه في زد كام؟ سالب 3. حد فاهم الكلام ده كده؟ تاني احنا هنقول ال انتر، واحنا عندنا العمود هيبقى وشه في البلاطه ووشه في السبورت تحت. طيب اذا هو ارتفاعه هيبقى في اتجاه زد مش في اكس واي، فنقطه في بدايته اهيت تمام، ونقول ات صفر وصفر وسالب 3، يعني بدايته عندي عمود اهو يا جماعه بدايته فوق اللي انا ضغطت عليها. طيب تحت هنا احداثيتها صفر وصفر وسالب 3، ايه المشكله ديت؟ تمام مفيش فيها مشكلة خالص. طب هو كده العمود لو اترسم مش هيبان قدامي في الاكس واي، العمود كده مش هيبان معانا في الاكس واي. هو انت لو زومت شوية تلاحظ ان في نقطة اترسمت، لان لما تبص على من البلان هيبان نقطة. طب ما احنا عاوزين نشوفه يا جماعة العمود ده. انت شايف البكرة ديت اللي بتظهر لك في يمين الشاشة فوق؟ لو ضغطنا مثلا على كورنر زي ده كده هيبدأ يبين لك مثلا ايه الويست ساوث، يعني الجنوب مثلا الغرب للرسم. لو احنا زومنا شويه هنلاقي فعلا العمود ايه؟ اترسم تمام، هنلاقي العمود اترسم في اتجاه زد، بادئ من نقطه ضغطت عليها وصفر وصفر وسالب 3 فاترسم في اتجاه دلتا زد بسالب 3. طبعا مش هنقعد نعمل كده في كل عمود، يعني انت بقى لو انت عاوز تقعد تشتغل تقول لاين وانتر وبعدين تتعلم على النقطه ديت وتقول ايه؟ ات صفر وصفر وسالب 3 وانتر، كده العمود اترسم اهو. اه يعني انا بقول مثلا وقفت عند النقطه ديت واحداثيتها هي ات، يعني انا عاوز احركها قد ايه؟ في دلتا اكس بصفر، عامله كده بالظبط زي اكسترود. لو خد بالك حركه في دلتا اكس بصفر ودلتا واي بصفر ودلتا زد بكام؟ بسالب 3. واضح الكلام ده كده؟ احنا ممكن ناخد العمود ده بقى كوبي بدل ما نقعد نرسمه. انا بس هعمل الاول ليه ايزو؟ ليه ايزو اجيب معايا طبقه العمود وطبقه مثلا الريجيد بس، يعني مش هحتاج الا الريجيد بس. ولكن مرسوم على طبقة كولوم مش مشكلة تمام. احنا هنعلم على ده كده وكوبي ونبدأ ايه ناخد العمود ده ونبدأ نحركه في الرسمة كلها. رسمنا كده كل العمدان بدل ما تقعد بقى على كل عمود صفر وصفر وسالب 3. نرجع نبقى ايه نرسم. طبعا الكور احنا مش هنرسمه هنا، هنرسمه هناك في الايتاب، فاحنا مش هنرسم عليه حاجه. هنقول تاني ليه اون ايزو ونرجع بقى نقول له ايه احنا عاوزين نبص على الطوب وانت هو رجع لك الرسمه بس ايه مقلوبه. احنا
تمام كده. يبقى كده كل العمدة المرسومة عندنا هنا في الرسمة. لو انت لاحظت هتلاقي في نقطة كده خضراء في نص كل عمود، واضح الكلام ده كده؟ طيب انا كده يعتبر خلصت الرسمة يا جماعة، هي ناقصها حاجة واحدة بس، الكاميرات. طبعا الطبقة اللي احنا لسه ما رسمناش بيها الكاميرات، لو في كاميرات برضو هتبدأ ترسمها زي الساب بالظبط، تبدأ بنقطة وتنتهي بنقطة وتمشي مع حد الفاصل البلاطي، تمام؟ يعني لو انت عاوز تعمل السقف في الصورة دي، يعني زي ما قلت لك تبدأ بنقطة وتنتهي بنقطة وتمشي مع حد الفاصل البلاطي. الكلام ده واضح كده؟ طيب عشان نبدأ نودي الرسمة دي برنامج الكتاب بقى، أول حاجة نوديها للصفر والصفر، نعلم على الرسمة كده ونعمل ام انتر، تمام، ونحدد النقطة ديت، تمام، ونبدأ نكتب تحت ايه؟ صفر وصفر وصفر وانتر. كده الرسمة بتاعتنا راحت للصفر والصفر بتاع البرنامج، تمام؟ طيب قلت نعمل طبقة اسمها ايه؟ ما انا بقول لك لو في كاميرات ارسمها، ما هي نفس الطريقة. يعني عاوز ارسم كاميرا يا جماعة اقف على طبقة فريم واون لاين، مثلا عاوز ارسم كاميرا ما بين ايه؟ ما بين العمود ده والعمود ده، يبقى اقف على النقطة ديت واقف على النقطة ديت، بس طبعا نمشي مع الحد الفاصل، فاحنا ممكن نحرك ايه؟ البلاطة بالشكل ده عشان نعمل حد فاصل ما بين في نص الكاميرا بالظبط، تمام؟ طيب لو احنا هنرسم كاميرات هنرسمها بنفس الطريقة دي زي الساب بالظبط. الكلام ده واضح كده؟ طيب تمام. ودينا الصفر والصفر، هنبدا نعمل اصدار رسمه دي اكس اف. هنقول فايل وسيت اس او كنترول شيفت اس على الديسك توب ونسميها طور، واصدار ايه؟ اوتوكاد دي اكس اف. واضح كده؟ وسي كده بقى الرسمه طلعت معانا على الديسك توب اللي هو دي اكس اف طور ده. يبقى كده احنا خلصنا شغل الاوتوكاد خلاص. هنبدا بقى نفتح برنامج الكتاب. طبعا احنا مش هنشتغل في الموديل ده، هنقول نيو موديل. اول ما نفتح الكتاب طبعا يا جماعه نغير ايه؟ الوحدات، ركز معايا كده، ونفتح فايل وامبورت. هنا بقى لما نيجي نعمل امبورت هنعمل امبورت مرتين. في هنا امبورت بيقول لك ايه؟ دي اكس اف فايل اوف 3 دي موديل. لو احنا فتحنا ده كده تمام، هنقول له مثلا الديفولت، هيبدا يقول لك الملف ده انت عينه فين؟ هنقول له احنا عاينين الملف ده على الديسك توب، واسمه ايه؟ واسمه طور. هنبدا نعلم عليه اوبن. هنا بقى بيبدا يقول لك ايه؟ طبعا احنا بنعمل امبورت مرتين، لان احنا هناخد الاول العمدان في قطاع اللي في 3 دي، تمام، وهناخد معانا الريجيد. يعني اول امبورت هنعمله في 3 دي هناخد العمدان بالريجيد. فركز معايا كده بقى. فهو البرنامج بيقول لك احنا خلاص فتحنا ال، انت عاوز ايه من الطور؟ هنقول له احنا عاوزين طبقه الريجيد، تمام، وعاوزين طبقه ايه؟ الكولوم. والكولوم واحد، تمام، يبقى هيجي معانا طبقتين دلوقتي، طبقه الكولوم واحد وطبقه ايه؟ الريجيد. طيب تمام. وخلي بالك لما برد على 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 كولوم واحد وانا كنت ضغط على الريجيد لازم نعمل كنترول، لازم نعمل كنترول. طيب هنا بقى ممكن نختار قطاع العمود لو احنا كنا معرفين قطاعات قبل كده، تمام، وهنا ممكن نختار قطاع الريجيد، يعني البين بروبرتيز دي الخاصه بالريجيد والكولوم بروبرتيز الخاصه بقطاع العمود، ونعمل اوكي. طبعا الرسمه جات لك في 3 دي، بس احنا نسينا حاجه مهمه قوي، احنا نسينا نمسح القطاع الثاني اللي كان معمول بطبقه العمود فجه معانا، تمام كده. في بعض الطبقات جت معانا، فاحنا من المفترض كنا في الاوتوكاد، يعني يفضل تمسح كل اللي كان مرسوم ده.
تاني. طبعا يعني مش عارف احنا اخترناها امتى الطبقة ديت. الحل بقى ان احنا ممكن نعمل ايه، ايزو ونجيب طبقة الثري فيس وطبقة الريجيد وطبقة العمود، نقول انتر تمام، ونشيل بقى كل الطبقات التانية ديت ديليت. تمام كده يا جماعة، اللي احنا صدرنا بس طبقة العمود وطبقة ايه؟ وطبقة الرجل. ركز بقى معايا في الكتاب لأن هنعمل حاجات مهمة جدا دلوقتي. هو أنت هتلاحظ إن البرنامج جاب لك قطاع للعمود بأي قطاع بقى، مثلا هو جايبه لك أي سيكشن أهو، وقطاع للريجيد برضه بأي قطاع. طيب احنا عاوزين نبدأ بقى نغير القطاعات دي، يعني تقول لي مثلا احنا عاوزين نستخدم قطاع عمود 30 في 100 أو 30 في 90. لو احنا بصينا على القطاعات تاني برنامج الأوتوكاد عملنا ليه ان ايزو وخدنا مثلا القطاعات ديت نعرف نجيب كل قطاع كل عمود، يعني مثلا عمود زي ده مثلا كام؟ هتقول العمود ده 70 في 30 تمام؟ وهكذا. طب نبدأ نعرف القطاعات ازاي، نعلم بقى على كل عمود. بس هنا بقى طالما العمود مرسوم يا جماعه احنا مش هنعرف، احنا هنعمل عمليه تخصيص assignment. هنبدأ نعلم على العمود كده شباك يمين تمام، وخلي بالك شباك يمين عشان يمسك العمود كله، انما لو انت عملت شباك شمال هيجيب معاك الريجيت كمان. احنا عاوزين بس قطاع العمود ونعمل assign. طب ما احنا نعلم على كل العمدان اللي هي قطاع 30 في 70، اعتقد العمدان اللي في الكورنرز دي كلها، ونقول اساين وفريم وفريم سيكشن، كانك بقى بتخصص قطاع في الاتاب اهوت. واحنا عاوزين القطاع نوعه ايه؟ ريكتانجولار، نسميه مثلا سي 30 في 70، الماتيريال كونكريت، والديبس 0.7 والويتس 0.3 تمام. حتى احنا ممكن نختار له كولر، ندي مثلا 30 في 70 ده وليكن اللون الازرق ده، اوكي. بس خلي بالك عملت اوكي فهو اتخزن، لازم اضغط عليه تاني كده واعمل اوكي. كده العمود ده بقى كام؟ 30 في 70. طب هتقول لي هو ما ظهرش باللون الازرق اللي احنا عاملينه، لان احنا يا جماعه لو فتحنا علامه صح هنلاقي نوت على الشمال بيقول لك فيو باي كولر اوف، انت عاوز تبين الالوان اللي عندك باي اوبجكت. يعني ايه باي اوبجكت؟ يعني كل العمدان مثلا لونها اخضر، كل الكاميرات مثلا لونها اصفر وهكذا. طيب ولا باي سيكشن؟ واحنا بنعرف القطاع ممكن نختار له لون يعني يبان باي سيكشن دي، ونعمل اوكي. بس هتقول لي بقى في مشكله، احنا عندنا العمود دوت كان رأسي، عرفت منين ان هو رأسي؟ عشان الريجيد بتاعه رأسي تمام. طيب نقوم بقى نعلم على العمود ده، والعمود ده حد عارف هنعمل ايه؟ عملناه في السابق، نعمل روتيت للوكال اكس تمام، نعمل روتيت للوكال اكس الفريم سيكشن، نقول اساين وفريم وايه؟ لوكال اكس تمام. هنلف اللوكال اكس بزاويه قد ايه؟ طبعا نعمل شو اند فورم تشيب لانه باين اللوكال اكس الخط. طيب اعتقد الفريم سيكشن ده وده وده كلهم قطاع واحد، اللي في الكورنرز بره دومت برضه او اللي في السايد.
قطعهم كام؟ ركز بقى معايا، تلاتين في مية. هنبدأ نيجي في الإيتاب، علمنا عليهم قلنا أساين فريم، فريم سيكشن، ونقول أد ريكتانجولار ونسميه مثلا سي 30 في 100. الماتيريال كونكريت، الدبس بواحد متر والويتس بكام؟ ممكن نختار لهم كلر برضو من هنا، تمام اوكي، بس لازم نعلم عليه كده ونقول عاملين ايه. اوكي، في قطعات عاوزة نعمل لها روتيشن زي ده مثلا، وزي القطع ده وزي القطع ده، واضح كده؟ ونقول اساين، ممكن حتى نجيبها من هنا على طول، اختصرها بره ونعمل 90 درجة اوكي، نعمل شو اند فورم تشين، واضح الكلام ده كده؟ طب العمدان اللي جوه دي بقى نعلم عليها كده، العمود ده تلاتين في كام ده بقى؟ بص كده، هنرجع تاني الاوتوكاد ونشوف الدايمنشن اللي جوه ده، 30 في متر 20، فهنرجع تاني للكتاب نقول 30 في 120، الدبس بوينت او 1.2 من 10، والويتس بوينت 3. اللي معايا يا جماعة، الناس اللي ورا دي معانا اوكي، ونقوم معلمين على القطاع وعاملين ايه اوكي، بس القطاع ده عاوزين نعمل له روتيشن، وده احنا عرفناه خلاص لبخه، واضح كده؟ القطاع ده اعتقد العمود ده والعمود ده مش نفس ال واحنا ما رسمناش في ال شوف معايا كده بقى، شفت العمود ده كان ما كانش مرسوم في النقطه بتاع اللي في السنتر بتاع الريجي، عشان كده حصل شيفت فيه. لو فتحناه في الاوتوكاد هنلاقي ايه فعلا في شيفت. طب احنا ممكن نعالج المشكله هنا اهو، نعلم على العمود ده ونعمله ديليت، تمام. بس هو العمود ده كان قطعه كام هناك؟ العمود ده كان قطعه 70. طيب بص كده، شوف بقى، لو انا عندي تعديل ممكن مثلا نرسم عمود، بس 30 في 70، احنا نسيبه بقى لحد ما نجيب البلاطة افضل، نسيبه لما نجيب البلاطة، والعمود ده برضو احنا محتاجين نشيله نعمله ديليت، تمام كده. يبقى احنا رسمنا كل العمدان ما عدا العمودين دول، لما نجيب البلاطة هنرسمهم تاني عليهم. طيب احنا عرفنا كده كل العمدان يا جماعة بكل الدايركشن لها، هنبدأ بقى نرسم الكور. طب احنا نعرف الاول قطاع للكور، نسميه مثلا W30
الماتيريال كونكريت الويدث بوينت 3 والويدث هنا بوينت 3. اوكي. طب نرسم شير وول منين؟ من هنا كده من خلال نقطتين دبليو 30، ونبدا بقى نتحرك على قطاع الكور بالشكل ده. بس هو العمود اللي بيترسم يا جماعه او اللي بيتعرف او الكور اللي بيترسم بيكون ارتفاعه كام؟ حد عارف؟ لازم يكون 3 متر، لان احنا كنا عاملين هناك الارتفاع 3 متر. حتى لو وقفت على النقطه اللي تحت دي هتقول لك الزد بسالب 3 عند كل عمود. طب محتاجين كمان نعرف قطاع الريجيد. طيب هو قطاع الريجيد ده احنا ممكن نعلم عليه بسرعه ازاي؟ طبعا لحد دلوقتي ما فيش الا ستوري واحد والبيز بس. نعلم على قطاع الريجيد بسرعه ازاي؟ تقول لي ده ان لو عارف اسمه ايه ممكن اجيبه من سيلكت في لحظه. طب حد عارف اسم الريجيد ايه؟ محدش يعرف. طب احنا ممكن نعرف اسمه يا جماعه لو احنا علمنا عليه كده وعملنا كليك يمين على الريجيد وجينا على اساينمنت. تمام، هيقول لك والله اسمه دبليو 27 في 102. تمام، دبليو 27 في 102. لو احنا دخلنا دلوقتي على سيلكشن من قائمه سيلكت وباي فريم وقلت مثلا دبليو، بس دبليو 27 في 102. ايوه اهو، حد يعرف احنا عرفنا اسمه ازاي؟ كليك يمين بس عليه بتيجي على اساينمنت وتعرف القطاع. اوكي كده بقى احنا لقطنا كل الريجيت في لحظه واحده بدل ما نقعد نعلم عليها تاني. ونقول اساين وفريم وفريم سيكشن عادي. وقطاع الريجيت ده يا جماعه هو موجود اساسا في الطبيعه؟ لا، يبقى كانه كده كاميرا وهميه. فنقول مثلا نسميه ريجيت والماتيريال كونكريت مثلا ممكن نعمله سنتي في سنتي. بس احنا يا جماعه الريجيد ده هو ليه مهمه كبيره جدا. ليه؟ لان هو بيمسك النقط بتاعت البلاطه بيوديها ايه؟ يعني انا عندي لو رسمت عمود كده فوقه ريجيد، الريجيد ده ماسك اكتر من نقطه للبلاطه. تمام، وبيرمي النقط بتاعت حمل البلاطه على العمود. طب لذلك احنا لو جينا على الانرشا بتاعت الريجيد ده ورحنا ضعفناها، لان النشا بتاعت قطاع العمود بالنسبه للبلاطه عاوزين نخليها ما لا نهايه. عشان نعمل منطقه ريجيد ما بين التقاء البلاطه بايه؟ بالعمود، لان الريجيد ده بيمثل قطاع في العمود او يمثل جزء من العمود. تمام؟ فقطاع العمود النشا بتاعته بالنسبه لقطاع البلاطه بيكون ايه؟ ما لا نهايه. تمام كده؟ طيب ده احنا عاوزين برضه ندخل على النشا بتاعت الريجيد ده ونكبرها عشان نعمل منطقه ريجيد تمسك ما بين البلاطه والعمود. فاحنا ممكن نيجي يا جماعه على حاجه اسمها سيت موديفاير. ممكن نيجي على سيت موديفاير. انت ممكن تيجي في سيت موديفاير هنلاقي فيه حاجات كتير قوي ممكن نكبر الفاكتور بتاعتها او الانرشا بتاعتها. ولو احنا جينا على مومنت اوف انرشا يا جماعه مثلا حوالين لوكال اكس 2 وكتبنا هنا فاكتور 2 مثلا، معنى كده ايه؟ ان الانرشا دي هتتضرب في 2. طيب احنا مش عاوزين 2، احنا عاوزين رقم ضخم جدا. فممكن نيجي على كل رقم ونقوم كاتبين مثلا مليون. تمام؟ بنكبر، بس خلي بالك احنا طبعا هنيجي على الماس ونخليه بصفر ملوش وزن، والويت برضه هنخليه بصفر. تمام؟ احنا يهمنا الانرشا اللي هو التقاء البلاطه بالعمود ده، ما هو اساسا مش موجود. تمام؟ فملوش وزن. تمام؟ فاحنا كبرنا يا جماعه الانرشا او الانرشا بتاعت الريجن من سيت موديفاير. فاكر كده لما كنا نرسم عمود مثلا ونكتب عليه 2 اي او 3 اي؟ بنقدر نتحكم في الجزء ده من هنا. هنيجي مثلا على مومنت اباوت 3 ونقول 2 او 3. تمام؟ اوكي. طبعا هو يبقى الكلر بتاعه مثلا من اللون الاصفر. اوكي. نتكلم عليه كده. اوكي. يبقى احنا كده عملنا ايه يا جماعه؟ الريجن. يبقى احنا صدرنا حاجه واحده بس، او صدرنا مثلا ايه العمدان وايه ورجل. لسه محتاجين نصدر كمان السقف ولو في كاميرات ولا حاجه. لما نيجي نصدر السقف بقى يا جماعه نفتح فايل وامبورت ونختار دي اكس اف فلور بلان. احنا عاوزين نجيب بقى مستوى في الاكس واي، فنقول فايل وامبورت ودي اكس اف فلور بلان. معايا كده؟
هو برضه السقف احنا كنا مخزنينه فين؟ اعتبر هنا بقى مختلف شويه الشكل ده. يقول لك انت كنت مسمي الكاميرا على قطاع ايه؟ طبعا لو احنا راسمين كاميرا هنقول له مثلا فريم، طب العمدان مش هنجيبها تاني بقى خلاص. طب الفلور كنا مسمينها ايه بقى هناك؟ اريا. تمام، يبقى احنا نجيب حاجتين بس المره دي. طبعا احنا في الاوتوكاد عندنا 4 طبقات، طبقه العمدان وطبقه الريجيد بنجيبهم في الدي اكس اف 3 دي. تمام، انما طبقه البلاطه وطبقه الكاميرات بنجيبهم في ايه؟ في الدي اكس اف بلان فلور، ونعمل اوكي. طبعا هنا بقى بيقول لك انت عاوز تجيبهم في الدور دوت. لو احنا كنا عاملين خطوط شبكه الاول لل 12 دور هتلاقي كلهم موجودين هنا، احنا عاوزين نجيبهم في ستوري واحد. اوكي، هيبدأ البرنامج يجيب لك البلاطه ويحطها لك على العمدان زي ما انت شايف كده. طيب البرنامج جاب لك البلاطه، فتح لك شاشتين، احنا ممكن نقفل الشاشه دي كده تمام ونعمل ماكسيمايز للشاشه دي. بس هو جاب لك يعني طبقه تانيه غريبه شويه. ايه الطبقه دي؟ هو جاب لك طبقة عمدان احنا ممكن نشيلها، هتلاقي جت في طبقة الاريا او كانت مرسومة طبقة الاريا، فاحنا ممكن نيجي من علامة صح ونقول له اخفي لي الوول والفلور والبيم. اوكي، نقوم معلمين على شوية الحاجات اللي ظهرت معانا ديت ونعمل لها ايه؟ ديليت. ونرجع تاني لباقي الفلور والوول والبيم. واضح كده يا جماعه؟ يبقى احنا جبنا الطبقات كلها. طبعا هنبدا نعرف قطاع البلاطه برضو، اعتقد يعني لو جينا من قائمه سيلكت وول، هو قطاع البلاطه اسمه ايه؟ لا، لازم نجيب امبورت العمدان الاول. ما هو بص خلي بالك من حاجه، انت ممكن تعمل امبورت مره واحده بس، ان انت تجيب البلاطه بس وتبدا تعملها ريبليكيت وتقعد ترسم العمدان بايدك هنا تمام، وتقعد ترسم ريجيد، بس دي متعبه. انما احنا عملنا امبورت مرتين، مره للعمدان الاول والريجيد، وحطينا فوقهم البلاطه والكاميرات تمام. طيب البلاطه دي اسمها ديك واحد، فهنبدا نيجي من قائمه سيلكت. تمام اوكي، كده احنا لقطنا البلاطات كلها. ممكن نيجي بقى من الساين ونخصص القطاع معايا كده تمام، وول سلاب ونقول اد سلاب ونسميها مثلا سيكنس 20. تمام، ونعلم عليها كده. اوكي، يبقى احنا كده غيرنا قطاع البلاطه زي ما انت شايف، نعمل شو اند فورم تشين. واضح الكلام ده كده يا جماعه؟ ولو في كاميرات نعلم على الكاميرات برضو، قصين وفريم وفريم سكشن. طيب تمام، طب خلي بالك كده، السقف ده بقى ده هو دور واحد بس. طب احنا عاوزين نعمل 12 دور، ركز معايا دي اخر حته خلاص اهي تمام. احنا عاوزين نعمل منه 12 دور، هنبدا نعلم عليه ونعمل له ايه؟ اقول لك ريبليكيت في الاول مش هينفع، لان احنا مش عاملين خطوط شبكه، لان ريبليكيت هنا بالستوري، فلازم الاول نزود خطوط شبكه. فممكن نيجي من اديت ونقول اديت ستوري داتا ونقول اديت ستوري تمام. اول طبعا احنا عاوزين نزود، فمن انسرت مش من اديت ستوري، انسرت ستوري، نقول مثلا احنا عاوزين نسميه ستوري 2 تمام. عاوزين منه كم مره؟ ارتفاع 3 كم مره؟ مثلا احنا عندنا دور واحنا عاوزين نعمل مثلا 12 دور، هنقول مثلا كمان 11. طب الكلام ده يبقى فوق الدور الاولاني، وخد كوبي من سقف الدور الاولاني. اوكي، هيبدا يكرر لك السقف ده في الادوار اللي فوق كلها تمام. واحنا ممكن نعمل ريبليكيت في السبعه دي تمام من غير خطوط شبكه. طب واضح الكلام ده كده؟ طيب واضح كده يا جماعه؟ يبقى احنا كررنا السقف،
تمام. ممكن نعمل اوبجكت فيل فيوضح. طبعا احنا هنا يا جماعه اول ما نجيب السقف البرنامج الاوتوكاد كانك بالظبط ايه رسمه في الايداب مش رسمه في الاوتوكاد تمام. يعني تبدا تعمل الدفرام عادي وتعمل البير وتبدا تقطع الشير وول وتقطع. طبعا البطاقه جايه متقطعه جاهزه كل حاجه تبدا تعملها ديفيجن، بس يمكن يكون هنا في مشكله في تقطيع الشير وول. احنا لو جبنا البلان طبعا يا جماعه البلان لما جبناه يعني كله قدامه 2 4 2 5 2 6 ممكن نغير في الارقام دي زي ما احنا قلنا قبل كده تمام. من قائمه ايديت وايديت ستوري ممكن نغير في الاسامي دي عادي تمام. طيب هنا بقى لو احنا عاوزين نقطع مثلا الشير وول احنا لو زومنا كده شويه عليها طبعا كان فينا عمودين ممكن نرسمهم عادي دلوقتي بقى. يعني نقول اول ستوري ونجيب مثلا عمود من هنا 30 في 70 ونقوم راسمينه هنا وراسمينه هنا تمام. طيب هنا بقى المهم لما نيجي نعمل ديفايدنج للشير وول احنا محتاجين نعمل لها برضو بريك ات انترسكشن. هتقول لي طب ما نعلم كده في الاول ستوري ونقول ايديت ومش اريا ونقطع ايه بريك انترسكشن ونعمل اوكي نفس الطريقه اهي، بس هي كده اتقطعت في الاتجاه الطولي. طب دي الوحيده احنا عاوزين نقطعها برضو ايديت ومش اريا بس بالنمبر بقى يعني مثلا مرتين ونخلي دي برضو واحد تمام. طب كده بقى الشير وول دي اتقطعت في الاتجاه الطولي بس. طب نقطعها في اتجاه العرض ازاي؟ هتقول لي ما نجيب الاليفيجن، بس لو فتحنا الاليفيجن بقى مش هنلاقي فيها اي حاجه ودي المشكله. لو احنا جبنا الاليفيجن مش هنلاقي فيها اي حاجه. عشان نقدر نشوف بقى يا جماعه الشير وول في الاتجاه الثاني احنا ممكن نيجي من علامه صح ونخفي كل حاجه ما عدا الوول ونقوم معلمين على الشير وول كلها كده. طبعا هو بيقعد يعلم لك على نقط وهميه كانت موجوده على البلاط قبل كده. هنقول ايديت ونقول له مثلا مش اريا ونقطعها مثلا كام وليكن مره في اتجاه اكس واي وكم مره في اتجاه زد مثلا 6. عملنا دي المره اللي فاتت بالظبط كده اوكي. يبقى لو بصينا على كل اليمنت هنلاقيه اتقطع كل نص متر في نص متر تمام كده. ممكن نرجع الفلور ونرجع البيم والكولوم اوكي. طبعا لو في كاميرات برضو لازما بريك ات انترسكشن. كل الكلام ده مهم في عمليه التحليل الانشائي. ونبدا نعمل الدفرام والبير وندخل احمال الزلازل واحمال الرياح زي ما عملناها بالظبط المره اللي فاتت تمام. طيب سريعا كده اظبط الكلام ده. بالنسبه للسبورتات برضو لو احنا وقفنا في البيز خلي بالك السبورتات ديت مهمه. هنقول وان ستوري ونعلم على السبورتات واساين وجوينت وسرنتس وفيكسد اوكي تمام كده. يبقى السبورتات كلها اتعملت فيكسد سبورت. في حاجه يا جماعه مش واضحه كده في الشكل ده؟ في حاجه مش واضحه؟ تمام.